خلينا ناخد معانا الفنان احمد عبد العزيز. وانا شايفه طبعا الفنان احمد عبد العزيز مش بس لانه فنان كبير وفنان عظيم وعمل ادوار الحقيقه يعني كلها اجمل من بعضها، وهو الان كمان يتالق في سره الباتع في دور جديد عليه من نوعه، هو احد الرموز المنضمه حديثا للجان الحوار الوطني. مساء الخير استاذ احمد. مساء الخير، ازيك مدام شفتي؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. ولسه كنت بتفرج عليك من شوية ومش مصدقة يعني جمال الدور اللي انت عامله ده، دور جديد عليك اللي هو الشر والذكاء والفطنة، ويعني اعتقد انت يعني رحت المنطقة تانية خالص في ادوار جديدة في سر البيت. الحقيقة شخصية جديدة، ويعني انا كنت خايف ان يبقى رد فعلها يعني مش كويس. طبعا هو رد فعلها مش كويس، ولكن الناس يعني فاهمه انه انا بجسد شخصيه بالشكل ده، طبعا فمبسوطه من الاداء يعني، والحمد لله بيوصلني يعني اراء كتير ويعني ثناءات كتير على الشخصيه. أكيد، ويعني أصل الدور صعب ومحتاج يعني فنان كبير علشان الناس تصدقه بخبرتك وبأدائك وبالاحترافية التمثيل، فعلشان كده الدور يعني ليه مساحة مهمة ودور مهم يعني في المسلسل. طيب خلينا نتكلم على هذا الخبر الجديد وحضرتك أحد الرموز المنضمة حديثا للجان الحوار الوطني. أنا عايز أسألك يعني أنت كفنان، أنت قدمت أدوار وطنية كتير وقدمت أدوار مختلفة، شعورك إيه وأنت يعني بصوت الفن الراقي الداعم المهم جدا تكون مشارك في الحوار الوطني؟ والله طبعا هو يعني اولا هو شعور بالسعاده، يعني شعور بالسعاده والفخر انه باختار لكي اشارك في الحوار الوطني اللي هو يعني من الأحداث المهمة جدا جدا اللي بتحصل في مصر في اليومين دول، فشعور بالسعادة وأيضا يعني مشاعر شكر كبيرة لكل اللي رشحني لأن أكون في مثل هذا الحوار، لأنه الحقيقة أنه يعني مصر وقضايا مصر وأحوال مصر هي طول عمرها بالنسبة لي شغلي الشاغل منذ نعومة الأظفار زي ما بيقولوا، يعني صحيح. منذ الصغر وإحنا اتربينا على حب مصر والاهتمام بيها وبكل أحوالها، فبالتالي ومن خلال خبرتي في العمل الفني يعني خبرتي الطويلة يعني ممكن يبقى الواحد يعني يستطيع أن يشارك برأي أو بوجهة نظر عن أحوال الفن على الأقل. أكيد. هل أنا أقدر أقول لأنه يعني الفنان عموما بطبيعته لأنه يعني بيقدم شخصيات كثيرة من المجتمع، شخصيات متنوعة، يعني الفن بيديله مساحة أنه يغوص في الشخصيات المصرية بشكل كبير، فطبيعي كل شخصية هو بيدرسها اجتماعيا، فبالتالي لما تكون حضرتك كفنان وبهذه الخبرة وأيضا يعني وجودك انت كمان يعني بتمثل وفاهم كويس قوي طبيعه المجتمع المصري وشخصياته المتنوعه. تمام، هو ده دي مساله مهمه جدا يعني، والحقيقه انه دراسه الشخصيات المختلفه في المجتمعات والبيئات المختلفه في مصر مش بس بتوصل ان الواحد يعرف الشخصيه اللي هو بيعملها، لا دي كمان بتديله فكره كبيرة عن المجتمع ده ككل. صحيح. يعني فكرة كبيرة عن اسكندرية لما أكون بعمل مثلا بحار مندي، أو عن إنا لما أكون بعمل البدري بطار، عن المحافظة أو الجهة دي ككل سواء بحري أو إبلي أو سواحلي او كذا، واخد بالك؟ ف
ده بيخلي الواحد إلى حد كبير يبقى عارف طبيعة المجتمع المصري ككل. صحيح. يعني أنا بتصور إن ده يعني من الأشياء الجميلة إنه يكون التمثيل ممثل والرموز اللي موجودة في الحوار الوطني تكونها كمان رموز لها من الخبرة وأيضا لها يعني إيه يعني من المعرفة بكل شخصيات والمجتمع المصري تماما. الفنان أحمد عبد العزيز بنبارك لك أولا على المسلسل، وأيضا يعني أعتقد وجودك كأحد رموز المنظمة الموجودة كمان أو داخل اللجان وأيضا الحوار الوطني هيكون شيء جميل. بشكرك شكرا جزيلا.